تامر عبد المنعم، ايه التجربه اللي لو الزمان رجع بيك مش هتكررها؟ مش عايز اكذب واقول لك او تفتكرني بكذب، يعني مش هتعرف تكذب عليا. مفيش تجربه مشوار خدته، شغلانه عملتها، علاقه مشيت فيها، قرار خدته لو رجع بيك الزمن مش هتكرره تاني، وما تزوقش من السؤال. ما كنتش هعمل مسلسل الظهر. الظهر؟ اه ده كان كله مشاكل دوت. اه ما كنتش هعمله لو رجع بيا الزمان، كنتش هعمل مسلسل الظهر. وقف فين دلوقتي؟ واقف فين المسلسل؟ ولا حاجه، بيتعرض خلاص في نزل في الحياه وفي واتشت وفي كل حاجه، نزل خلاص بس بعد تنقيح يعني، بس ما كنتش هعمله. طيب عايزك توجه ثلاث رسائل لثلاث اشخاص مختلفين. الاول هتقول له انا مش مسامحك مهما حصل، والتاني هتقول له مش هسيبك، والتالت هتقول له ربنا يسامحك بس انا مش مسامحك. ناخد الاولاني، انا مسامحك مهما حصل. اقولها لابويا. الله. ومعها رساله بقى. I love you. ربنا يديك الصحة ويخليك يا رب. We love you all. حبيبي. طيب، التاني هقول له مش هسيبك. هو عارف روحه. أنا عايز أعرفه بقى يا تيمو، أنا عايز أعرفه. أصله مشهور. وماله؟ طب أول حرف. ميم. ميم. نشتغل بقى في الميم ونشوف بقى، ماشي؟ طب ما ينفعش تاني حرف ولا كفاية كده؟ طيب. التالت هقول له ربنا يسامحك بس انا مش هسامحك، وما تقوليش حروف واسامي ورموز، وقول لي على طول في العيد كده يا تيمو انت مين اللي انت تقول له ربنا يسامحك بس انا انت اذيتني وانا مش مسامحك. برضه مشهور. لا معلش، لا ده هتقوله انت، بتقول له خلاص انا ربنا يسامحك انا مش مسامحك بس خلاص انا خلاص يعني انت حسابك. هو عارف انه مش خلاص يعني. طيب هو مين؟ هو عارف روحه برضه. ما هو عارف روحه. اقول لك حرف من اسمه. لا برضه تاني، انت ايه البازل؟ انا برنامج انا بازل كده. اقول لك حرف من اسمه. طب بيشتغل ايه؟ معانا يعني في الوسط. فنان. ماشي. في الوسط. اول حرف مش شرط يكون فنان قوي. حرف من اسمه ته. ته؟ اوكي. تيمور، تامر، اي حاجه بقى انت اختار. طب ممكن تقول لنا انت مش مسامحه ليه؟ شوف اقول لك على حاجه. اوحش نوع زعل اما تكون مآمن للي قدامك وتجده قذر. قذر؟ اه طبعا قذر ومؤذي. ومؤذي. و يعني اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك. اللي انت قلت لي اول حرف من اسمه وقلت له انا مش هسيبك، انا مش عايز اعرف هو مين، بس انا عايز اعرف هو ضايقك في ايه. ما تتحكمش في ارزاق البشر. اوعى اتحكم في ارزاق البشر، عشان اللي بيرزق ربنا بيرزق اليمام، بيرزق النمل، وبيرزق الفيل، وبيرزق الاسد، وبيرزق تامر، وبيرزق سعيد، وبيرزق الشباب الحلو ده. دول ناس محترمه كمان يعني. اللي بيرزق الرازق سبحان الله. وانا عبد الرازق. كلنا عباد الرازق. طيب